التوقعات الفلكية لمولود برج الميزان خلال شهر يوليو تموز 2019. رح يكون شهر يوليو تموز شهر اجتماعي بامتياز لمولود برج الميزان، ولكن الاجتماعي الواجب يعني هو حيكون حاسس حاله بمتواجد بمطاريح لازم يكون فيها، يمكن هو ما بيختارها ولكن لازم يكون فيها. الحياة الاجتماعية بتتفاعل، الحياة الاجتماعية الرسمية بلاقي حاله متواجد بمجموعات اجتماعية بحفلات يمكن أو دعوات، ولكن هو يمكن ملزم يكون فيها أو كواجب اجتماعي يكون فيها. ممكن يبلش مولود برج الميزان عمل جديد بشهر تموز، ممكن تتوصل له فرص لأنه يبدأ بمركز جديد بشركة جديدة، الأضواء بتكون مسلطة عليه، الفلك بيدعمه لأنه يتقدم اجتماعيا يتقدم عمليا، بيكون في فرص أنه يعلى يطلع مرتبة يطلع درج، بيتواصل مع الآخرين بطريقة حلوة. فشهر منه كتير عاطل ولكن يلزم عليه بعض الانتباه لأن هو يمكن بحس حاله متواجد بمحيط أو بمنه كتير هو يمكن مرتاح فيه، ولكن كأنه لازم يكون فيه بس للفترة البعيدة هيدا الشيء بينفعه، لأن بعدين بحس أنه هيدا الشيء اللي صار بشهر يوليو حتى لو كان تحت ضغط معين ولكن هو اللي دفعه ليطلع درج لقدام ليطلع خطوة لقدام. فأكيد منقول له يعني يستفيد من التفاعلات الفلكية. أما الخسوف القمري ب 16 تموز حيكون ببرج الجدي، حيعمل أكيد تربيع صعب مع برجه، هيدا بدل أنه لازم شوي يكون رايق أكتر مع أفراد العائلة، مع الوضع السكني شوي بياخد من وقته من تفكيره من أولوياته. بمنتصف تموز بحس بضغط عقاري ضغط سكني ضغط عائلي، ممكن يفوت بمشاكل أو بنقاش مع أحد أفراد العائلة، منقول له أكيد قد ما فيك طول بالك بمنتصف تموز. أما من ناحية أخرى فالحركة الاجتماعية بتكون منيحة، الحركة كمان مع الأصدقاء بتكون منيحة، ولكن كمان بده ينتبه لأن تواجد المريخ ببيت الحادي عشر أو بيت الأصدقاء بتجيب له أصدقاء كتير، بتخليه عنده اندفاع لأنه يلتقي بالآخرين، ولكن ممكن يوصل شوي لأنه يفوت بمثل نقاش أو يفوت بمثل هيك سوء تفاهم مع بعض الأصدقاء، فبده ينتبه قد ما فيه. برجع بقول له حياة اجتماعية منيحة العملية، في فرصة أنه يطلع درجة لقدام، فإن شاء الله يكون شهر خير عليه.